وسهلا. الدكتور حمدان بدر مدير المعاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الشمس والقمر من انوار طبعته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والوحش مجده، والطير سبحه. صخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيصفوهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان نبينا واسوتنا محمدا عبده ورسوله، رسالته ان يبلغ عن ربنا جل وعلا، حيث قال ربنا عن رسالة نبينا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورسالتنا في معاهد البخاري إعداد جيل صالح مصلح يقود الناس إلى ما يحب ربنا ويرضى، بالعلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ورؤيتنا أن نجهز ونعد كوادر من أبنائنا وبناتنا ليكونوا رسلا إلى الآباء والأمهات والمجتمعات، ليبلغوا عن الله جل وعلا، ليكونوا عبادا لربنا ويعبروا العباد لرب العباد، ويخرجوا الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا نريد من أبنائنا يكونون متبعين في دينهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومخلصين لله جل وعلا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهدفنا أن نقتدي بمن سبقنا من علمائنا، وقبلهم نقتدي بأنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقتدي بهم في هذه الحياة، نعمرها ونبدع في تعميرها، ونتبع في ديننا ولا نبتدع فيه، ليرضى عنا ربنا في الآخرة، وتكون لنا الجنة حيث أراد منا ربنا أن ندخلها. فمن اتبع هداي فلا يضل في هذه الحياة ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونكون الأعلى في هذه الحياة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون من أسلافنا من الأنبياء والعلماء ومن العاملين قبلهم، ونبدأ من حيث انتهوا، لنكون كما أرادنا ربنا جل وعلا، وأنتم الأعلون. فالله أراد منا أن نكون الأعلى في هذه الحياة، ولنجعل حياتنا هذه قنطرة نتوصل بها إلى جنة الله في الآخرة. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير على الأشجار عاكفة
تغني لله وتسبح لله أحلى مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. ولذلك كانت رسالتنا إعداد جيل صالح مصلح يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بلا منكر، مخلص لله جل وعلا، متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومبدع في هذه الحياة ليكون الأعلى دوما في هذه الحياة، ويكون الأعلى والقريب من الله يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.